مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. الشتاء قرب عنا في كندا والدنيا برد وخلص الوضوع بطل في مزح. بصير عنا إشي اسمه بلاك آيس وبتصير الأرض تزحلق والناس للأسف تتوقع كتير، وكتير كتير ناس بصير عندها مشاكل سواء بالمفاصل بالإيد لأنه بنزل على إيده أو برجله بالأنكلز الكاحل بتنيم، وهي بتسبب مشاكل كتيرة للأسف. ليش؟ لأنه طريقة المشي بالشتاء شوي بتختلف، يعني إحنا عادة بنمشي ظهرنا راجع لورا وبنمشي بهاي الطريقة، هاي الطريقة الصحيحة اللي تمشي فيها، لكن لما تشوف الأرض عليها ثلج لازم تمشي مشية البطريق، بسموها البينجوين ووك، اللي هو أنت وزنك بكون لقدام مش لورا، يعني وزنك على تقلك على القدم الأمامية مش على الخلفية. أوكي، إحنا عادة نمشي وزننا على القدم الخلفية، هذا بخفف على الضغط على الظهر، لكن في مشية البطريق بتمشي بالعكس، وزنك على القدم الأمامية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، ما تعمل خطوات كبيرة، خطواتك تكون صغيرة زي البينجوين، يعني خطوات صغيرة. الشغلة الثالثة، تحاول إنه ركبتك تكون متنية للأمام، يعني شو أو متنية شوية، يعني هيك ما تكون مستقيمة الركبة، يعني فهمت كيف؟ شوية متنية. الشغلة الرابعة، إيديك ما تحطهم بجيابك في الشتاء لما تكون ماشي على قرب الآيس، دائما يكونوا على جنبك عشان إذا سووا توازن أول إشي، وإذا لا سمح الله وقعت تقدر تمسك حالك. الشغلة الخامسة، تحاول تبعد عن أماكن الآيس إذا شفت في آيس. المشكلة أحيانا ما بتشوفه صراحة، تبعد عن هاي الأماكن. الشغلة السادسة اللي مهمة، إنك تكون لابس أحذية من تحت مطاطية رابرز، مهمة. وفي شغلات تقدر تشتريها في كندا بكون إلها أضراس، خليكم معي حورجيكم إياها. هدول هم زي ما أنتم شايفين بكون إلهم زي عفوا حدايد، وهاي الحدايد بتعمل لك تراكشن بالثلج وبتخفف من الزحلة كتير. بتلبسهم على البوت بكل بساطة، يعني بتلبسهم هيك تحطهم وهم مطاطين بهاي الطريقة، شايفين؟ سهلين جدا، بتشتريهم ب10 دولار، تركبهم على اي حذاء بتشتري. انت نازل من السيارة دايما حاول الخطوة اللي بعدها انك تكون ماسك في السيارة، ما تنزل مرة واحدة لانه احيانا ما بتشوف المكان اللي بزحلق. الشغلة اللي بعدها مهمة جدا، حاول تمسك بالسندات الموجودة في الاماكن، اذا انت جنب حيطة حاول تمشي جنب حيطة، يعني بتقدر تسند عليها، تمشيش بنص الشارع. الشغلة مهمة جدا، لما ينزل الثلج هلا مش موجود عندنا ويتجمد ويدوب ويتجمد، بصير عندك زي بلورات ثلجية نازلة، هاي خطرة جدا انك تمشي تحت المباني خاصة العالية، لانه بتصير هاي البلورات كبيرة وبتكون لها زاوية، فاذا لا سمح الله نزلت على راسك او على ايدك يعني بتسبب اضرار كبيرة، ممكن حتى تقتل الاشخاص. فعادة بدك تبعد عن حفة المبنى، مو حلو انك تمشي داخل جنب الحيطة، بس تبعد عن حفة المبنى محل ما موجودة هاي الشغلات، خاصة المباني العالية. والشغلة الاخيرة والمهمة في المشي على الثلج، انك تمشي سلو، تمشي ببطء، ببطء شديد، قد ما بطأت كل ما كان احسن، بخفف الـ احتمالية الوقوع. اذا لا سمح الله وقعت حاول انك تحفظ حالك، ما تحاول انك تتحرك بسرعة. اذا شعرت بالام كبيرة، ممكن يكون في عندك كسر في مكان كبير، لا تتحرك، خليهم يطلبوا الاسعاف. قدرت تتحرك وتمشي، اطلع من هذا المكان، روح اماكن دافي، وحاول انك تحط اشي بارد لاول 24 ساعة على مكان الوقوع، شيء بعيدها بارد اول 24 ساعة، بخفف من الانفليشنز او التضخم المكان، وبعدها بعد 24 ساعة بتقدر تصير تحط شغلات سخنة عشان تسرع تدفق الليمف والدورة الدموية في المكان، وخفف التورم اللي صار.
ألف سلام عليكم، وإن شاء الله تكونوا دايمين سالمين وغانمين. حبينا نعطيكم هاي التبس، كثير ناس بيعرفوها. حط لكم هلأ هيك صورة حلوة اسمها البينجوين ووك، تعلمت منها كثير شغلات. إن شاء الله تنبسطوا وتكونوا بسلام أنتوا وأولادكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.